زملاء الكرام، سلسلتنا مستمرة. انجينير توك، اللقاء 14، نتحدث به عن تقوية المنشآت المعدنية والتدعيم بالستيل، كيف نتجنب صيانة وتدعيم الأبنية المعدنية، ما هي الأمور التي تتطلب منا تدعيم وتصليح الأبنية المعدنية، كيف يمكن حماية المنشآت المعدنية من الحريق، وحساب الزمن اللازم للمواد لكي تقاوم الحريق، كيف نقرأ الانهيار بالمنشآت المعدنية ونحلل أسباب فشل العناصر، ما هي الطريقة المتبعة بالكود الأمريكي AISC لتقييم الأبنية المعدنية القائمة. كل ذلك السبت القادم 26/9/2020 الساعة 8 بتوقيت المملكة العربية السعودية. أتحدث لكم بهذا الموضوع، وهناك أمثلة عملية تم العمل عليها أيضا سوف تكون من ضمن اللقاء. نلقاكم بخير إن شاء الله.